الإخوان والأساتذة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نبدأ الدرس الثاني من محاضرة الماتلاب ومقدمة في الماتلاب نمبجي ومحاكاة. في المحاضرة السابقة أخذنا شرحنا كيفية استخدام الماتلاب وأهم الأوامر والتولز أو شريط الأوامر أو بعض التولز اللي ممكن استفاد منها، أو الليست، المينيو بار، الانترفيس. هذه الأوامر الأساسية في الماتلاب. أنه شرحنا بعد ذلك أنه كيف أستخدم الماتلاب لحل الأمثلة أو المشاكل problems، وقلنا عندنا جزئين في الماتلاب، أما باستخدام البرمجة الأنفايل واللي هي أساس عمل الماتلاب، أو استخدام التولز المساعدة في الماتلاب، وهذا جزء آخر اللي هو استخدام السيمولك، أو باستخدامهم كلاهما. في بعض الأحيان بعض المسائل أو بعض البحوث أو الأمثلة المعقدة تحتاج كل النوعين، أحتاج معادلات رياضية أحلها باستخدام السيمولك، وأيضا عندي ألغوريثم خوارزمية أو معادلة معينة تنحل في برمجة الأنفايل حسب الشخص وقدرته بأي نوع. أنا قلت إنه راح أشرح في هذه الدورة ركز على السيموليشن، وبعدها ممكن ناخذ بعض الأساسيات في الأنفايل. الأنفايل تعتمد على المبرمج، على الشخص إذا كان مبرمج أو لا. أما السيمولينك تولز بسيطة، ممكن الشخص حتى لو ينسى يرجع لها متواجدة، فممكن إنه يستخدم كلاهما. خلنا السيمولينك وبين إنه فرق شلون أحل مثال بالأنفايل. عندي هذا المثال، هذه المعادلة، كيف احلها بالامفاير وكيف احلها في السيمولينك. الامفاير اكتبها مباشره فقط تعريف الاكس والواي مباشره بالطريقه هذه. باستخدام السيمولينك عن طريق بلوكات معينه ناخذها ان شاء الله في هذه المحاضره، كيف احل المعادله بهذه الطريقه. واعطينا بعض الجداول في كيفيه كتاب اهم الفاكشن في الماتلاب في برمجه الامفاير. طرقناها بصورة سريعة لأنه راح نركز في محاضراتنا على السيموليشن. هذه كيفية كتابة الماتلاب فانكشن ماتلاب، البيسك اوبريشن، الفكتورز، الماتريكس، الرسم. طرقنا لها بصورة سريعة وإن شاء الله نرجع لها في الدروس القادمة. بعدها طرقنا إلى موضوع الانترودكشن تو سيمولينك. السيمولينك شرحنا كيفية السيمولينك، شنو السيمولينك، الامكانيات اللي بيه ممكن انه احل اي معادله او اي معادله ماثيماتيكال ايكويشن احلها، او سيستم معين. شلون ابني سيموليشن موديل؟ سيموليشن موديل قلنا انه نروح كلمه نيو، اختار كلمه موديل او موديل، افتح راح تفتح النافذه، اخزنها باسم معين ماتلاب. قلنا انه الخزن لازم يكون ما يكون سبيس او شارحه او اي علامه في الاسم، لازم فقط يكون اسم ما بيس اي سبيس بين اسم واخر. مثلا موديل اوف اندكشن موتور، الموديل اوف اندكشن موتور اقول ان ما اخلي بيناتهم سبيس بين الموديل والكلمه اوف، او موديل اوف دي سي موتور او دي سي موتور وهكذا. البول نقلنا كيف نختار سيموليشن موديل ايضا بهذه الطريقه، انه هذه النافذه سيمونيك لايبراري موجوده في الماتلاب، اضغط عليها راح تنفتح لي هذه النافذه. هذه النافذه فيها مجموعه من المكاتب عامه اللي هي سيمونيك لايبراري جنرال، فيها مجموعه من التولز جنرال، وبعض اكو مكاتب فرعيه متخصصه اللي هي خاصه بالكهربائيه، بالالكترونيك، بالروبوت، بالانتليجنت، بالفازي، بالنيورال وهكذا، باور سيستم. هذه المكاتب ايضا ممكن انه الشخص يا اما يحول السيستم الى معادلات، والمعادلات يحلها بالتول بوكس جنرال، او اذا كانت متوفره مثلا عندي ترانزستور او ثيرستور او مقاومات، هذه متوفره بدون ما احول السيستم مالتي الى معادلات، متوفره في المقاومه، الثيرستور، الترانزستور، هذه التولز كلها متوفرة عندي. فمباشرة إن شاء الله هذه ناخذها بالدروس القادمة، إذا أخذنا إن شاء الله موضوع الكمبيوتر سواء الانفرتر،
الدي سي 2 دي سي كونفرت اللي هو تشوبر او ريكتفاير، ايضا طريقتين، يا اما مباشره المكتبه جاهزه بالترانزستور او الثايرستور والمقاوم المتسعه والمحاكاه والمصدر، او احوله الى معادلات واحله ايضا بالمعادلات الجنرال تول بوكس. هذا بعض المكاتب الفرعيه اللي هي الماث اوبريشن كوملي لوجيك، هذا ان شاء الله راح نوضحها في درسنا لهذا اليوم. راح ناخذ مثال، راح نبدي اول شيء كيف افتح موديل او نيو موديل، وبعدها شلون اسوي مثال. راح اخذ مثال بسيط، اقول ديزاين sinusoidal signal using simulation model and draw the output signal y يساوي sin omega t وال f يساوي 50 هرتز. هذا مصدر ساين، اريد امثله وارسم الاشاره مالته، قيمه مالته امبليتيود 1 ساين اوميجا تي والفريكونسي 50. اول شيء راح افتح نيو موديل من الفايل ليست، فتحت اسمي اسم معين. الخطوه الثانيه اختار السورس، اريد ساين ويف، هنا انا ساين عندي، اروح للسورس باللايبراري Simulink sources، اختار ساين ويف، اسحبها او كليك ايمن واضيفها. بعدها اختار اوسلوسكوب، اريد ارسم الاشاره مالت الاوتبوت، اكو كلمه سينكس بالسيمولينك تولز، اختارها وبعدها اربطهم سوية كونكت بلوكس. الخطوه الرابعه اربط البلوك ويا الاوسلوسكوب. بعدها setting the properties for the source. setting the properties عندي انا ساين، ساين الامبليتيود اختاره 220 او 10 او 20 او اي قيمه. البايز اللي اذا اردت اسوي انه تزحيف للموجه تحيز، او الفريكونسي اللي هو تشفيت، العفو البايز يعني اذا ممكن اسحف اشفتها بمقدار معين، فريكونسي هنا ممكن اخليه 50 10 حسب الفريكونسي اللي عندي. وهنا الفيز مالته صفر، فهنا اذا اردت 3 فيز اخليه المظهر الاول صفر، المظهر الثاني 120، المظهر الثالث ناقص 120 وهكذا. بعدها سيتنج برانج سيموليشن، هنا انا الزمن مالتي اريد اسوي له سيتنج، اروح للسيموليشن تشينج بارامترز، اروح لكلمه كونفجريشن بارامترز واحدد الزمن مالتي، هذا زمن البدايه وزمن النهايه. وايضا عندي زمن الستيب، انا عندي زمن بدايه وزمن نهايه، كل خطوه ياخذها الماتلاب، الماتلاب راح ياخذ جدول زمن مع الخطوه، زمن الخطوه الواحده قد راح ياخذها سامبل. هنا يا اما اخليها فاريبل هو يختارها، او اسويها فيكست ثابته وانا اختار القيمه. بعدها اشغل، راح ارسم بالاشاره مالتي الموجه مالتي. هذا المثال ان شاء الله هسه راح احله تفصيل. جيل الماتلاب، هذا عندي الماتلاب، هذا بالمحاورة السابقة كانت عندنا النسخة 2015 بس الحاسبة انضربت وعطل الهارد، ف نصبت ماتلاب 2013. فعندي هاي السيمولينك لايبراري، هاي قلنا السيموليشن لايبراري او السيمولينك لايبراري. عند المحاورة السابقة شرحت انه عندي مجموعة من البلوكس، هاي نسميها جنرال الكومنلي يوز بلوك، كونتينوس بلوك، هذه بيها مجموعه من البلوكس اللي هي عاده تستخدم كثره، هذه ان شاء الله راح اخذها بلوك بلوك. بعدها كونتينوس بلوك اللي احتاج ديريفيتيف انتجرال، البي اي دي، فاريبل ديلي، ترانسبورت ديلي، ترانسفير فانكشن، ستيت سبيس، هذه كلهم بالكونتينوس. ديسكونتينوس ايضا بيها مجموعه من التول تول بوكس، ديسكريت سيستماتيك كونتينوس او ديسكريت. ايضا هنا عندي احنا بالكونتينوس نتعامل مع اس اس دومين اللي هو اللابلاس، بالديسكريت راح نتعامل مع زت، الزت ترانسفورم، هذا بمجال ديسكريت سيستم. اللوجيك ايضا مجموعه من التولز خاصه باللوجيك. اللوك اب تيبل ايضا مجموعه من البلوك الخاصه به. الماف اوبريشن هذه من اهم المكاتب الفرعيه بالسيمولينك اللي هي بها كل العمليات الرياضيه يمكن احتاجها، السميشن، الساين، السبتراكت،
الفيز، الديريفيتيف، السكوير، مجموعة كبيرة من العمليات الرياضية ممكن أحتاجها. وأيضا عندي مجموعة من البلوكس، وعندي تو بلوكس مهمة جدا اللي هو السينكس والسورسز. السينكس جدا مهمة. هسه قبل لا نبدأ بأول مثال عندنا اللي هو مثال كان عبارة عن ساين المثال عندي example design sinusoidal signal using simulation model and draw the output signal. ال output sin omega t وال f 50 هرتز. رح الماتلاب كلمة new، أول خطوة أفتح simulic model، أفتح نموذج الموديل، أخذنا سوي له سيف، راح أكتب مثلا أمير، خلي سبيس لطيف، راح أخزن ما راح يستقبله. ليش؟ لأنه خليت سبيس، فراح أخليه بدون سبيس. أحدد خزنته، عندي صار عندي هذا الموديل جاهز. أنا شنو أحتاج؟ عندي مصدر ساين، أريد ساين أرسم الإشارة مالته. ساين أروح عن للسيمونيك لابراري، أروح كلمة sources. sources بيها مجموعة من المصادر، step، random، number، constant، clock، counter، أيضا عندي sine wave، signal generator، repeating sequence، بلس جنريتر، هذا احتاج اولي لي بلسات من اداره الشغل الفارسر او الترانزستور. احتاج ساين ويف، ساين كليك ايمن، اد تو امير، الموديل مالتي مسميه امير، اد تو امير، نضاف عندي هذا المصدر اللي هو الساين ويف. بعدها احتاج شنو؟ اوسلوسكوب، ارسم، اروح كلمة سينكس. سينكس موجود بها ديسبلاي، ديسبلاي شاشة فقط تعرض لي الرقم، اريد اوسلوسكوب. وايضا عندي الورك سبيس اذا اردت تخزين البيانات احتاجها بعدين استخدمها ان شاء الله، انه بيانات هذه الاشارة اللي هي الساين مقدارها مع الزمن، ممكن اخزن بيانات على شكل تيبل او اري بالماتلاب وممكن استرجعه. هذا اكس واي جراف، اذا عندي اكس واي نحتاج عادة بالسيستم ابني سيستم مثلا نموذج لوح شمسي، احتاج بيانات ارسم الفي اي او البي في او حسب السيستم، مثلا اريد الفولتيه، سبيد تور كاركترستيك عشان عندي محركات، ارسم اكس واي. راح اختار اوسلوسكوب، هاي الاوسلوسكوب، حاليا هسه ابدي عمليه الكونكتنج بين تو بلوكس. كونكتنج خلي السهم الماوس ابع السهم على البلوك، من يصير زائد تحول السهم الى بلس زائد، اضغط كليك ايسر، اضغط عليه واسحب الماوس، احرك الماوس الى ان اوصل للمكان اللي اريد اربطه وياه البلوك. اذا بقى احمر معناته ماكو ربط، من يصير اسود معناته الربط مالته صحيح. اعيد عملية الربط هكذا. هسه بعد ما ربطت اللي هي الخطوة الأولى والثانية، فتحنا نيو موديل من الـ Library Mass Simulation، بعدها اختاريت المصدر الساين، اختاريت الأوسيلوسكوب، بعدها ربطت المصدرين، بعدها Setting Properties للمصدر والـ Running Time. حاليا افتح مصدر الساين، مثال شنو عندي؟ طبعا هنا عادة في كل بلوك يشرح طبيعة البلوك، هنا يقول الـ Output Amplitude Sine Frequency زائد Phase زائد Bias.
البيس اللي هو التشفيت شيفتنج. عندي اعمل شو المقدار اضع القيمه هنا مثلا واحد، انا بالمثال ذاكره واحد او ممكن اخليه 220 ساين. البيز ما احتاجه، الفريكوانسي راح اخليه 50 هرتز. الفيز، الفيز مع حاليا مع ما عندي فيز اخليه صفر، فيز صفر. اذا في حاله الفري فيز اخلي فيز المصدر الاول صفر، المصدر الثاني 20، المصدر الثالث ماينس 120 عفوا 20 120 ماينس 120 او 240. فاضغط عليها بالشكل هذا الامبليتيود والفريكونسي. حاليا الموديل كمان عندي هنا الزمن، الزمن 10، هنا زمن التشغيل كم سكند، هنا راح اختار 10 او اخليه 1 سكند. راح اشغل هاف شكل الرسم، شكل الرسم مو كلش ساين، يعني ساين دقيق كلش بي بعض الاشارة. هذا السبب ليش، السبب هنا الاشارة مالتي الزمن مالتي مال سيتنج تايم ما ضبطه، يعني مو ما مختاره، لانه الماتلاب ياخذ على ديسكريت، يعني ياخذ قيمه قيمه تيبل الزمن مع الاوتبوت اللي هو هنا المقدار الساين القيمه، راح يصير تيبل التايم ويا الاوتبوت، الاوتبوت هنا فياخذ القيمه هنا صفر صفر، فهنا 0.01 ياخذ مقدار 10. فهنا الزمن السامبلنج قد زمن السامبلنج، فكان زمن السامبلنج قيمته كبيره راح يكون السيستم الاشاره ما تكون بها ربل عالي. فذا كل ما زاد عدد السامبلنج كل ما زيد الدقه للسيستم. فراح اروح الكلمه simulation موديل configuration parameters، اذهب الى كلمه simulation موديل configuration parameters. الستارت تايم ابدا من الصفر، الستوب تايم واحد او ممكن اخليه اثنين او ثلاثه او عشره حسب الزمن اللي احتاجه انا. بعد ذلك هذه مو مهمه، عندي التايم نوع الستيب، الستيب انا الزمن عندي محصور التايم زمن التشغيل بين between 0 and 1، لكن السامبلنج تايم عدد السامبلز راح ياخذها حتى يرسم لي الاشاره او الاوتبوت بين الصفر والواحد او بين الصفر والعشره حسب القيمه، يا اما تكون فاريبل ستيب او الفاريبل ستيب هو يحدد له يحددها بها ماكسيموم ومينيموم وانيشيال، وممكن هنا توليرنس. انا راح عاده افضل اختارها فيكست واختارها انا احددها، انا راح اقول 0.01. اذا كل ما زايدها اقللها راح تكون الاشاره مالتي الدقه مالتها اكثر اوضح. وهنا النوع السولفر او نوع الايكويجن رانج كته، بعض الامثله او المعادلات تحتاج حل بطريقه اللي هي نيوماريكال، فهنا سيستم كونتينيو ديسكريت رانج كته عاده اخليه مثل ما هو اللي هو البوكي او اختار اللي انا احتاجه. فهنا راح اقول له ابلاي او اوكي، حددت الزمن حولته من فاريبل الى فيكست. بس حاليا اشغل وراح اشوف الفرق. هنا الفرق شويه، الزمن صار التشوه اقل، الزمن حاول اقلل لحتى اشوف السام 0.5 حتى اشوف الاشاره. هذه الإشارة 220 الزمن من الصفر إلى 0.5، هذا الزمن زمن التشغيل أنا مختاره، هاي الإشارة الساين 220 والفريكونسي هنا 50. أروح نفس السيموليشن موديل كونفجريشن بارامترز، أختار الزمن أقلله زمن التشغيل أو العفو السامبلينج سامبل تايم 0.001. شوف ألاحظ أنه على التشغيل، لاحظ انه الاشاره ديستورشن اختفى وكانت اشاره اوضح. هاي ديستورشن اختفى والاشاره ايضا هسه حاليا بيور ساين سودو.
هنا ممكن أغير الأمبليتيود 1 أو 10 أو أي قيمة، والفريكونسي أيضا. وهنا زمن التشغيل كان 0.5، ممكن أخليه 10. نلاحظ 10 هسه. عادة الرسم من أغير بالبروبرتيز أو السيتنج لأي رسم، أفتح الأوسيلوسكوب مخازن الرسم القديم، أنقر كليك أيمن أوتو سكيل، أخذ السكيل اللي يريده، بارد الدقة مثلا، أكبر الرسم، أضغط عليه بهالشكل هذا، أو أكسس بروبرتيز. الأكسس بروبرتيز يقول هنا بعض ال، يا أما أقول أوتو سكيل ياخذ السكيل اللي يريده. هنا أنا صارت إشارة إنه الفريكونسي 50 وزمن التشغيل 10، فصارت إشارة بهالشكل هذا. قبل شوية قللت الزمن صارت إشارة أوضح. يا أما أوتو سكيل أو أروح أكسس بروبرتيز. الواجب قد أريده هنا أنا مثلا، هنا ما أخذها ديفولت، هنا 250 بالسالب، 250 بالموجب، أعلى من القيمة اللي أختارها أنا. لاحظ انه هو 250 بسيته. اذا اختارت مثلا قيمه 200، لاحظ انه جزء اختفى من الاشاره لانه السكيل مالتي مو صحيح، فاختار 250 او 260. لاحظ حاليا هذه الاشاره مالتي. عندي بعض هذا اوسيلوسكوب، بالاوسيلوسكوب هاي ممكن برنت او كيل. اروح للبارامترز، بارامترز عدد الاكسلز. في بعض الاحيان اريد ارسم عندي اكثر من اشاره، اريد ارسمهم على نفس الشاشه النافذه، لكن عندي اكثر من اوسيلوسكوب. اختار على سبيل المثال 2، على سبيل المثال هنا صارت عندي شاشتين، مثلا الشاشه الاولى اريد ارسم بها مولتي، والشاشه الثانيه تيار منفردي. او بعد ان شاء الله بالدروس القادمه ناخذ شلون نرسم على نفس الرسم مولتي وتيار على سبيل المثال. او ارجع للبارامترز، اضع الاكسس 1، هنا الاشاره اختفت، ارجع اشغل من جديد لانه اوتو سكيل. بارامترز هنا قلنا عدد الاكسس اللي مقصود به عدد النوافذ في نفس النافذه الرئيسيه بنفس الاوسيلوسكوب، كم نافذه قسمها. هنا الرينج مال الزمن اختاره، نخلي اوتو خزنه. الهيستوري هنا انا في بعض الاحيان اريد ان اخزن الاشاره هذه، اشاره الاوتبوت، عندي اشاره اوتبوت اريد اخزنها على شكل اخزنها كداتا. ممكن الداتا هاي استخدمها بواقع العملي او استخدمها ببرنامج اخر او استخدمها في الماتلاب في او ارسم بالاكسل او اي برنامج احتاج الداتا، او ممكن اخزنها استدعيها بغير برنامج فيقول لي سيف داتا. هنا يقول ستراكشر مع التايم او اري، اري اختارها مصفوفه حتى يكون عندي الزمن ويا الاوتبوت، فانا فولتي ويا التايم او حاليا الاوتبوت مالت عندي اللي هي الساين، اختارها واخزنها، ابارز اخزنها. وايضا عندي هنا هنا الرسم نوع الخط مقطع او هذا صار مقطع ابلاي صار بهالشكل هذا. ايضا اللون مال الرسم ممكن اخليه ازرق او ممكن اي لون اخر. السايز مال الخط ممكن اخليه 2، هنا ممكن اخليه على شكل نجمة او نان. ايضا اللون مات الكلر اكسس، هاي الاكسس اللون مالته ممكن احول ازرق او اي لون اخر احمر. وايضا لون الفيجر، هذا ايضا اللون مال الشاشه،
ممكن احاول ابيض. وهذا ازرق. لاحظ هذا ممكن يكون الرسمات بهالشكل هذا. بس هذا انا عادة بالبحوث ما ارسم من هذه الطريقة، ارسم من الورك سبيس يكون الرسم مالتي اوضح. واقدر عندي اكثر من بروبرتيز، ارسم اضع سهم او تعليق معين او اكثر من رسم ارسمهم. هسه حاليا هذا اول مثال اخذته في هذه المحاضرة اللي هو الساين، شارة الساين. المثال الاخر نفس الاكزامبل السابق مع جين 3، يعني الامبليتيود 3 او جين 3. هنا الامبليتيود 3 عندي طريقتين يعني. بس انا اريد اخذ طريقه اخرى او طريقه حتى انه يصير عندي اكثر من تصور او رؤيه للسيموليشن. اريد مقدار مع اضيف مقدار جين 3، هذا الساين، هذا جين، يعني 3 في ساين. اقدر ممكن الامبليتيود نفسه مع الساين خليه 3، او نفس بعد ما الاشاره اولدها نضربها في جين 3 وارسمها. انا راح ارسم الرسم حاليا قبل لا الرسم قبل لا اضربه في 3، وبعد ما اضربه في 3 وارسمهم سويه في هذا المثال. ممكن هذا نفس المثال اللي راده، رايد كان الامبليتيود 1 ورسم الرسم، بعدها يريد الامبليتيود 3 او الجين 3، اخليه 3 مباشرة وارسم، راح يصير عندي المقدار الساين 3. حاليا هذا الرسم ممكن ميتين وستين أو 4 ماينس 4 و 4 حتى يكون الرسم واضح. لاحظ هذا الرسم مالتي صار عندي المقدار 3. راح أرسم بطريقة أخرى مثل ما موضحه، ارجع للسمونيك لايبراري. السمونيك لايبراري احتاج جين، الجين القاه بالكوملي يوزد بلوك، هذا جين اد تو امير. وايضا احتاج المكس، المكسر راح اشوف شنو المكسر وشنو الدي مكسر. المكسر ان شاء الله ناخذها بالمحاضره حاليا. هذا جين يعني مقدار فد رقم معين، اي رقم جين مقصود به كرقم معين فد معادله عندي مثلا 5 تي او ساين اوميجا تي 3 ساين. فهنا راح يقدر الرقم 3، بس هنا الساين راح اخلي الامبليتود 1. انا شرحتها بطريقتين، اما مباشره الامبليتود اختار 3 وارسم الرسم، او راح اوضح الرسم بالشكل هذا، يا اما هذه الطريقه او نفس الطريقه هذه بدون جيم. عفوا، هنا اختار 3 المقدار، او ساين هنا 1 هنا الجين 3 يكون بالشكل هذا. لاحظ الرسم هذا 3 ساين اوميجا تي، نقلل الزمن.
لاحظ زمن 3 ساين أوميجا تي. نانا نفس المقدار، هذا 3 ساين أوميجا تي. يا أما الجي أنا أختار قيمة 3 وأضربها في الساين أو داخل الساين الأمبليتيود. إذا أردت أرسم الرسم قبل وبعد مثل ما موضح في هذا المثال، قبل وبعد الجين، هذا الجين 3 وقبل الجين، أرسمهم سوية على نفس الأوسيلوسكوب. هذه التولز إذا أضغط أنقر عليها اسمها مكسر مولتيبلكس سكيلر أو فيكتور سيجنال. نوع عدد السيجنال ممكن أيضا أختاره 4 أو 3. هنا صارت عندي بقى 4 إدخالات، أو هنا 2 حاليا عندي. أيضا هنا أنا بار أو سيجنالز. حاليا أنا شنو أريد؟ أريد نفس الإشارتين أرسمهم نفس الرسم، يعني عندي مثل إشارتين أو 3 أو 4 وأريد أرسمهم على نفس الأوسيلوسكوب. فممكن أسوي المكسر هنا، أنا ما راح يدمجهم، لا يسوي عملية جمع، وإنما يرسمهم على نفس السكوب. شغل حاليا، لاحظ الرسم عندي الإشارة الأولى اللي هي لونها بنفسجي الأمبليتيود بدون جين اللي هو 1 ساين أوميجا تي. الإشارة الثانية لونها أزرق اللي هو تمثل لي بعد الجين اللي هو 3 ساين أوميجا تي. لاحظ أنه رسمهم على نفس الأوسيلوسكوب بس ما دمج بيناتهم، هذه الإشارة 1 وهذه الإشارة 1. هذه كل ما يخص انه كيف استخدم الساين، إشارة الساين. ايضا عندي بعض البلوك هنا ممكن انقر على البلوك اسميه اسم معين، انقر عليه ممكن اسميه فقط ساين 1 وهكذا، او كليك ايمن فورمات هنا اللون صار اللون احمر، فورمات الباك جراوند كلر ازرق صارت بهالشكل هذا. ايضا بالفورمات عندي الستايل مالت الخط صار 10 او 16. لاحظ انه السايز مالت الاسم مالت البلوكس. ايضا عندي هنا ابحر اسم البلوك او اخفي حسب انا شنو اريد. بعدها ممكن عندي من البروبرتيز الاخرى البلوك، عندي بلوك معين في هذا الاوسيلوسكوب او الجين، هذا الجين احتاج في بعض الاحيان معكوس. اروح كلمة روتيت كلوك وايز او كاونتر كلوك وايز. كاونتر كلوك وايز معناته اتجاه العكس رجعنا في كم مكان، او ممكن فليب بلوك اقلب البلوك هالشكل هذا يصير بالعكس. عندي مجموعة من الكات كوبي اللي هو السيجنال بورز ماسك وهكذا، عندي مجموعة البروبرتيز ممكن ايضا اذا هاي ما احتاجهم. هاي بعض الامور المتعلقة بالنوع الخط اللون وهكذا. هذا كل ما يخص هذا المثال الأول والمثال الثاني. تناولنا في كيفية إنشاء موديل بالماتلاب النمذجة، وأيضا كيفية تشغيله وضبط الوقت من السيموليشن والتحكم بالوقت، وأيضا السيتنج للتايم والبروبرتيز كل بلوك. هذا الجين أيضا هنا ممكن أختار القيمة مالته، أو ممكن هنا إليمنت أو ماتريكس ممكن هنا أدخل أكثر من رقم. الأوسيلوسكوب أيضا شرحنا شلون راح نتحكم به. نأتي بعدها إلى الإكزامبل الثاني، هذا الرسم عندي بهذا الشكل. سورس لايبراري، عندنا بالماتلاب وضحنا مجموعة من اللايبراري. اللايبراري الأولى اللي هي السورسز لايبراري، السورسز بها ساين ويف بلوك اللي هو generates a sine wave، هنا generates cosine. إذا أردت cosine ممكن الفيز بارامتر خلي باي على 2 نفس البلوك
يعني البلوك ساين الفيز اخليه باي على 2 اللي هو 90 فرق بيناتهم حتى ما يبدي من الصفر. وايضا عندي الستيب بلوك اللي هو يونت ستيب، هذا ايضا يولد لي ستيب بتوين تو ديفايند ليفلز. ايضا راح نتناوله، ناخذ عليه امثله. عندي هذا مثال، عندي ثلاث بلوك بلوكس اللي هو الستيب. البلوك الاول راح الامبليتيود يكون واحد والزمن يبدي من واحد، البلوك الثاني زمن يبدي من 5، البلوك الثالث زمن يبدي من 10. عندي ايضا مجموعه من المصادر الاخرى اللي هي ريبيتنج سيكونس الكلوك بلوك، وايضا عندي مثال للريبيتنج. وبعدها ننتقل للسينك لايبراري. نذهب الى الماتلاب، عندي هذه المكتبة نسميها Sources Library. Sources Library هذه المكتبة تحتوي على مصادر معينة، مصدر ممكن ساين اللي اختارينا، ممكن نسوي كوساين إذا خلينا بالفيز باي على 2 مقدار باي على 2 يبدي بدل ما من 0 يبدي من 90. عندي أيضا Signal Generator مثل اللي Signal Generator موجود في المختبرات، راح أضيفه وأشوف شنو عمل بدي عمله. عندي سيكونس ريبيتنج ايضا راح اضيفها وراح ناخذها ان شاء الله بالتفصيل. عندي الستيب يونت ستيب، وهذا ايضا عندي راندوم نمبر الاتصالات يستخدمونه. عندي الكلوك وايضا الكونستانت، عندي ديجيتال كلوك، عندي الرام، وعندي البلس جنريتر، هذا جراوند، وهذا مثل الانبوت. راح ضفت بعض البلوكس راح اتناولهم. الساين اختاره، على الساين ممكن اذا اخلي الفيز تسعين. دار صار كوساين، راح امسح الساين. أحتاجه أبنى أضيف أكثر من بلوك، راح يصير واحد فوق واحد، أحاول أعزلهم بالشكل هذا. نتعامل مع أول مصدر اللي هو الساين، بعدها راح أتعامل مع بقية المصادر. هنا بالباوربوينت موضح الريبيتنج الكلوك الريبيتنج سيكونس وايضا اليونت ستيب. راح اوضح اكثر من بلوك، اختار مصدر اخر بدون سيتنج. عندي اول بلوك اللي هو الكونستانت، هنا مقصود بكونستانت قيمه. في بعض الاحيان عندي معادلة 4 تي أو تي تربيع زائد 2، تي تربيع الزمن عندي الكلوك يمثل التي. مثلا عندي معادلة بها تي زائد 2 أو تي تربيع زائد 2، هذه التي كلوك، هذه الساعة مقصود بها الزمن تي تمثل التي. هنا الزمن عادة نختاره نفس الزمن للتشغيل المقلي. هنا ممكن أحتاج رقم مصدر كأنما كونستانت، بد رقم 5 أو 10، أختار 5. أكو فرق بين الجين بأنبوت. في بعض المعادلات تحتاج 5 تي، الخمسة تي مثل هذا المثال اللي شرحته، في ما شرحته بس إنه وضحته. عندي هذا المثال، عندي هنا أنا اكس تكعيب زائد 5 اكس تربيع زائد 2 في الاكس، هاي معادله زائد 4. هذه معادله واي يساوي اكس تكعيب زائد اللي هو هذا المثال، اكس تكعيب زائد 5 اكس تربيع
زائد 2x زائد 4. نال x اخترت قيمتها من ايضا من كونستانت مصدر، والاربعه ايضا احتاجها. اثنين هنا ما راح اخذها من المصدر، راح الاحظ الفرق بين الاكس شلون اختارها او الاربعه وبين الاثنين. لاحظ الاكس اختاريتها كونستانت اللي هو البلوك سميت كونستانت اللي قبل شويه وضحتها بالماتلاب. هنا ايضا الاربعه اختارها كونستانت، اريد قيمه اربعه. هذه الاربعه شلون احددها؟ هذه الاربعه اختاريتها العفو بهالشكل هذا أربعة. اما اللي هنا اثنين، اثنين مضروبه بالاكس تربيع او بالاكس. هنا أنا جين، هذا اكس تربيع مضروبه في جين قيمته خمسه. نفرق بين كلمه تكون بعض الاحيان الكونستانت او القيمه رقم معين احتاجه كجين مضروب في داله، او بعض الاحيان من مفصول او يعتبره كمصدر، فراح يا اما الكونستانت يا اما الجين كقيمه. ناتي لل نفس المثال، فخمسة وهذا أوسيلوسكوب، راح أرسم الرسم. لاحظ عند الرسم خط مستقيم مثل لخمسة، طول الزمن من صفر إلى واحد، أنا الزمن مختاره واحد، اختار إذا اختار اثنين راح يبقى اثنين على طول الوقت، كأنما مصدر دي سي. هذا خمسة كونستانت. هذا أحد المصادر اللي أستخدمه. المصدر الآخر اللي هو التايم، الكلوك. كلوك أربطه مع الأوسيلوسكوب أشغل. راح يكون زمن يزداد مع زيادة الزمن. ها الأوتبوت راح يكون مالتي هنا مع زيادة الزمن. هنا خليت الزمن عشرة، عفوا واحد، راح أخليه خمسة. أشغل. لاحظ خمسة خمسة، كأنه زمن وي زمن، كأنه ما أرسم الأكس والواي زمن. عندي بعض المعادلات مثلا خمسة تي أو تي تربيع، وراح أخذ جين، أختار جين من الكم اللي بلوك، جين هنا اختار أربعة أو خمسة. لاحظ الـ X اللي هو الزمن اللي هو خمسة، الـ Y خمسة تي، خمسة أو أربعة تي، أربعة في خمسة عشرين، فالـ Output صار عشرين، والعفو الـ Y axis الـ Output صار عشرين، والـ Input اللي هو الـ T خمسة. هذه الـ Clock. مثلا بعض الأحيان أحتاج ساين خمسة تي، بعض المعادلات تأتيني ساين خمسة تي مو أوميجا تي، ما أقدر أخذ المصدر، أخذ ساين خارجية وأضربها في خمسة تي، مو أضربها وإنما الزاوية مالتها راح تصير. فهذه دالة الكلوك. هذا حاليا شرحنا الكونستانت والكلوك. اشرح اليونت ستيب. يونت ستيب داله قبل الصفر يكون الاوتبوت صفر، قبل الزمن، عند الزمن صفر راح يكون لها قيمه، القيمه مالتها عاده يونت ستيب تكون اوتبوت واحد، او اذا الامبلك مقدارها اكثر من واحد انا اختاره. هنا الستيب تايم زمن التوقف راح اختاره صفر. الفاينل فاليو عندي انيشال عندي فاينل. عندي الانيشال مالتها صفر، الفاينل فاليو اخليها خمسة. ارسم الاشارة مالتي. لاحظ عند رسم الاشارة خمسة، عند الصفر كانت قيمتها قبل الصفر صفر، عند الصفر صارت قيمتها خمسة، وقد تستمر خمسة إذا أرجع لنفس الزمن. الستيب تايم إذا اختاريته اثنين، اختار اثنين، يعني عند الصفر الانيشال مالتي راح يكون قيمته صفر، عند الزمن اثنين راح يكون قيمته خمسة، يعني بقيمة
قبل الستيب تايم وقيمة عند الستيب تايم. فحاليا إذا اختاريت قيمة الستيب تايم 2 الانيشال فاليو القيمة قبل هذه القيمة قبل هذا الزمن راح يكون قيمة الاوتبوت 0، وعندها عند الزمن 2 راح يكون عندي 5. اوكي شغل لاحظ الاوتبوت انا اختاريته 5 اكسس بروبرتيز اختاره 6 انا 0 او ماينس 1 حتى يوضح. هذا الاكس هذا الواي هذا الصفر. انا اختاريت الزمن الاحظ اختاريت الزمن ستيب تايم 2 والاوتبوت فاينل 5. قبل هذا الزمن راح يكون الاوتبوت 0 وعند هذا الزمن راح يكون 5. نلاحظ بعد قبل الزمن ستيب تايم كان قيمته اختاريتها 2 قبل هذا الزمن راح يكون الاوتبوت 0 عند هذا الزمن راح يكون 5. ممكن اغير الستيب تايم اخليها 6 والفاينل فاليو اخليه مثلا 2 بس هنا راح اسوي 10 الزمن الكلي. نلاحظ اوتو سكيل عند الستة قبل الستة كان عندي اكسس بروبرتيز قبل الستة الزمن هذا الصفر كان الاوتبوت صفر عند الستيب تايم ايكوال 6 راح يكون عندي الاوتبوت 2. هذا الستيب تايم انا احتاج في بعض الاحيان مثلا عندي تغير مثلا عندي موديل رياضي للمحرك اريد اغير العزم او موديل رياضي للخليه الشمسيه اريد اغير درجه الحراره او الاشعاع الراديشن فاحتاج انه تغيير اشعاع او درجه حراره او اي قيمه معينه مثلا بعد خلال زمن معين. راح الاحظ انه ممكن من خلال هذه الداله اختار ممكن الانيشيال 2 والفاينل 8 او 4 قبل هذا الزمن الستيب تايم 6 قبل بيفور ستيب تايم راح يكون الانيشيال 6 وبعد الستيب تايم راح يكون عند هذه اللحظه فاينل راح يكون 4. راح اشغل والاحظ لاحظ هذا الزمن صفر عند قبل الستة قد صار كان الاوتبوت 2 قبل الستة وعند الستة صار 4 فهذا نسميه يونت ستيب. ممكن اجمع اكثر من بلوك سم اضيف بلوكس من سميشن هذا السميشن ممكن اختار الاشاره موجب 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 هنا راح اختار 3 والشكل اسوي ريكتانجلر حتى اكبر البلوك اخلي بالزاويه مالت كل بلوك الماوس السهم راح يصير عندي سهم مدبب من الطرفين اسحبه بهالشكل هذا صار عندي هذا السميشن الاوسيلوسكوب مثلا عندي سرعة اريد تزداد 500 RPM عند كل 2 سكند للحظة الأولى عندي 2 الانيشيال خليه 500 الفاينل 1000 الدالة الأولى الدالة الثانية راح ابدي عند الزمن عند زمن 4 الدال راح يكون ألف هنا الانيشيال هنا 1500 أو ممكن أي قيمة هنا راح يكون عندي 1500 2000
اشغله اشوف الاوتبوت مالتي. الصفر الى كم الزمن؟ خمسمية. لاحظ انه عندي كل ما اجمع اخلي حتى للسهولة خلي تو ستيب. ستيب تايم صفر الانيشيال فاينل 500 فاينل انيشيال اخلي صفر ايضا فاينل اخلي 500 ستيب تايم 4 هنا الزمن ما جاء يبدي من الخمسة حاول أقلل الزمن إلى خمسة حتى ممكن يكون واضح الرسم واضح. لاحظ أنه عند قبل الزمن صفر أي اثنين كان الستيب أو الفاي الفاليو كانت قيمة الأوتبوت السرعة صفر عند الزمن اثنين صارت 500 عند الزمن أربعة 500 ويا 500 اضفتها صارت 1000 ممكن بعد عند زمن معين عند زمن 6 اضيف لها 500 اخرى بس احدد الزمن في هذا الزمن راح اخليه 6 لاحظ هذا حصلت على يونت ستيب عند الزمن اثنين كان صفر قبل الزمن اثنين 500 صار حاول احصل اوتو عشرة سكند الاكسس بروبرتيز صفر لا 2000 لاحظ الزمن قبل التايم احاول اشغل من جديد قبل الزمن عند الثنين هنا ما واضح الرسم يحتاج سيتنج للاوسيلوسكوب قبل الثنين راح يكون صفر عند الثنين 500 عند الاربعة صار 1000 عند الستة صار 1500 وهكذا هذه ممكن الستيب احتاج اغير سرعة معينة او اغير عزم او اغير درجة حرارة بهذا الشكل او ممكن ناخذ المثال نفس اللي وضحناه هذا السمك لابراري شرحنا الساين يوت ستيب شرحنا ووضحنا الفائده مالته ممكن ارسمهم سويه على نفس اوسلوسكوب مثل ما واضح في هذا المثال حتى ارسمهم سويه مع بعض ممكن احتاجه هنا ممكن على نفس الاوسلوسكوب اختار عدد الانبوت نمبر اوف اكسس 3
صار عندي الاوسيلوسكوب بعدد ادخالات ثلاثة. الادخال الاول للرسم مع الستيب الاولى، الادخال الثاني ستيب الثانية، الادخال الثالث ستيب الثالث، ممكن اسميهم ستيب 1 ستيب 2 ستيب وستيب 1 وستيب 2 ماكو مشكلة. راح ارسم الرسم شغل الاول انا مسيته انه عندي 500، ثاني قبل ثلاثة حاول زمن أقلله، عند الصفر حتى تكون الدالة أوضح، ثانيا وعند الأربعة لاحظ الرسم عند الصفر، عند الصفر كان قيمته صفر، قبل الصفر كان قيمته صفر، عند الصفر صارت قيمته 500. الستيب الثانية صار الشيفتنج بدت من اثنين، قبل الثنيان كان المقدار مالتها صفر، بعد الثنيان او عند الثنيان صار 500. ثالث الرسم عندي عند قبل الاربعة كان قيمته صفر، وعند الأربعة صار قيمته أوتو سكيل، ممكن هنا نخليه صفر إلى خمسة، هنا إلى ستة، أو هنا 600، حتى يكون واضح، هنا أيضا 600، هنا أيضا واضح، هنا 500 600 600. هذا رسمتهم ثلاثتهم من فصلات واحد عن بعض، لكن نفس النافذة نفس الأوسيلوسكوب، ممكن أقارن بيناتهم أوتو سكيل للكل، أوتو سكيل أوتو سكيل. ممكن طريقة أخرى استخدم المكسر الأوسيلوسكوب الأكسس، أرجع أسويها واحد استخدم المكسر عدد الانبوت ثلاثة، الانبوت الاول ستيب الاولى ستيب الثانية ستيب الثالثة، ارسمهم سوية على نفس النافذة، لاحظ اللون الاصفر اللون الأصفر عند بداية صفر 500، لون أصفر راح يستمر، اللون البنفسجي بدي تكون قيمته عند الثنيان 500، واللون الفاتح الأزرق الفاتح راح يكون عندي عند الأربعة تكون القيمة مالته، أو ممكن أغير بالقيم حتى يكون الرسم واضح. القيم 600 400 200 راح لاحظ الرسم كل واضح، لون الأصفر دالة بديت من الصفر، ثانية بدأ من الثنين، والثالث بدأ من أربعة. هذا الرسم مالتي، رسمتهم ثلاثتهم على نفس الاوسيلوسكوب، او ممكن كل واحد اوسيلوسكوب معين. هذا نلاحظ دالة اليونت ستيب، ناخذ دالة الريبيتنج ايضا، دالة الريبيتنج. الريبيتنج كيف عمل هذه الدالة؟ هذه الدالة كما موضح
عندي تايم فاليو هنا يكون يا اما موجه نسميها موجه سن المنشار الساو توث او موجه مثلثه. ترانجل موجه مثلثه ما بها شكل او بها شكل. شلون ممكن اولدها؟ هنا الزمن اختار عند الصفر هذا الزمن تايم فاليو والاوتبوت فاليو، عند الصفر راح اختار الاوتبوت يكون صفر، وعند الزمن تايم يساوي 2 الاوتبوت راح اختار 2، هذا التايم يساوي 2 الاوتبوت راح اختار 2، راح يصير الرسم بهالشكل. دائرة الرسم تكون على شكل موجة مثلثة اختار بهالشكل هذا. عند الزمن صفر راح تكون قيمته صفر، عند الزمن واحد راح يكون القيمة مالته 2 او اي قيمة، وعند الزمن صفر راح تكون قيمة العفو عند الزمن 2 راح تكون قيمة الاوتبوت 2 صفر العفو، حتى يكون بهالشكل. من عند الصفر صفر، عند قيمة الواحد الاوتبوت مالتي 2، وعند قيمة 2 الاوتبوت صفر، راح يكون بهالشكل هذا. احاول ارسمه هذا الريبيتنج، ارسمهم على نفس الاوسيلوسكوب الاكسس. اوتو اكسس 2 هذه الداله نسميها ريبيتنج سيكونس. اشرح على الداله. هنا انا عندي التايم فاليو وعندي الاوتبوت فاليو. هنا انا التايم عند الصفر راح يكون الاوتبوت صفر، عند الاثنين راح يكون الاوتبوت 2 او ممكن اسوي الاوتبوت 5 معك مشكلة 5، والزمن أيضا ممكن أغيره أسوي 1 3 وهكذا معك مشكلة. راح أرسمه بوحدة حتى ألاحظ الفرق. هذا عند الزمن صفر راح يكون صفر، عندي الثانية راح يكون هنا قلنا نختار قيمته 5. شغل زمن 6 خلينا لاحظ هذا المفروض يبدي من صفر. عند الزمن صفر الاوتبوت قيمته صفر، عند الزمن 2 الاوتبوت اختاريته 5، او ممكن اخلي الزمن 1، ممكن اخلي الزمن راح اغير الزمن. لاحظ هذه الداله مالتي اخلي الزمن 1 الاوتبوت ايضا ممكن اغيره المقدار راح اسويه 10. لاحظ قيمه مالتي اوتو. عند الزمن صفر الاوتبوت صفر بالماتكس الاول، عند الزمن 1 الاوتبوت 10، وتعيد نفسها نسميها ريبيتنج سيكونس او موجه سن المنشار. هذا الزمن عندي 2 ماتريكس او عندي 2 فيكتورز، الفيكتور الاول للزمن والفيكتور الثاني للاوتبوت، كل زمن مقابله قيمه للاوتبوت، القيمه للزمن قيمه الزمن 0 الاوتبوت تكون قيمته 0، قيمه الزمن 1 الاوتبوت 10، ممكن الزمن ايضا اغير اسويه 2 او 3. لاحظ اذا غيرته سويته 3 لاحظ يكون بهالشكل. عيد نفسه بس هنا الزمن سوي 10 اذا نفس الداله الاوتبوت راح يكون 5. بعد اولد الموجه المثلثه هذه، تولدت موجه سن المنشار الموجه المثلثه، عندي الزمن صفر الاوتبوت صفر، عندي الزمن 1 الاوتبوت 2، عندي الزمن 2 الاوتبوت صفر، راح تكون موجه مثلثه هذه. عندي الزمن صفر الاوتبوت صفر، عندي الزمن 1 اوتبوت خليه مثلا 5، وعندي الزمن 2
الاوت بتكون صفر. نعمل التشغيل. زمن 5 دقايق في مشكلة بالسيتنج للأوسلوسكوب. لاحظ الدالة الأولى اللي هي موجة سن المشارة، عند الزمن صفر الأوتبوت صفر، عند الزمن 2 الأوتبوت تكون قيمته 5. لاحظ الموجة المثلثة، عند الزمن صفر صفر، عند الأوتبوت العفو عند الزمن 1 الأوتبوت 5، عند الزمن 2 الأوتبوت صفر. هذه موجة مثلثة وهذه موجة سن المشارة الساوتوت. هذه الريبيتنج سيكونس اللي ممكن أولدها. بعدها راح ننتقل للسينك لايبراري اللي هي المصادر، العفو الاوسلوسكوب او الديسبلاي. قبلها اكو بعض اللي ما طرقت لها، الرام، دالة الرام. ايضا عندي ممكن بالدوال الرياضية دالة الرام. الرام ايضا بالسلوب وايضا الستارت تايم. هذه الاشاره ايضا عندي داله الرام، ايضا احتاجها بالموديل الخلايا الشمسيه الفولتيه، ممكن نعطيها بهالشكل. الاوتبوت والزمن، هذه داله الرام. بعدها ممكن عندي الفاكشن جنريتر. الفاكشن جنريتر هنا في مجموعة من الدوال كأنه ما فاكشن جنريتر عملي. لاحظ الدالة مالتي تايم و سيموليشن تايم او اكسترنال. هنا البريد والود، هنا العفو هذا البلس جنريتر. سيجنال جنريتر، سيجنال جنريتر اللي هو مثل سيجنال جنريتر موجود عندي بالمختبر. عندي اشاره ساين سكوير ساو تو فراندوم. هنا ما احتاج المصدر اللي هو كانه 4 مصادر عندي، يا اما ساين، هذا موجود عندنا في المختبرات العمليه، اشاره ساين او سكوير او ساو تو او راندوم. هنا ممكن اختار ساين او سكوير. الزمن اشاره يوزنج تايم سيموليشن، الامبليتيود اختار 10، فريكونسي 20، الوحدة بالهيرس أو راديان بير سكند حسب أنا شنو أحتاج. نلاحظ، حاول أقلل الزمن. قلل الزمن بشكل 0.5. أرسم الرسم حاليا، هسه صار واضح عندي 15 ماينس 1. لاحظ عندي سكوير ويف موجب 10 سالب 10، موجب 10 سالب 10 وهكذا. عندي هذه الدالة نسميها سكوير ويف، اختار الامبليتيود واختار الفريكونسي. هذه دالة سكوير ويف. اذا احتاج دالة ساين ايضا نفس الطريقة، الامبليتيود و هذه دالة ساين. اختاريت الامبليتيود وايضا الفريكونسي. ممكن اختار دالة الساو توث. الساو توث راح يكون بهالشكل هذا معكوسة، او ممكن اختار راندوم شارع عشوائية ولدها. هذه ممكن بالاتصالات تحتاجوها دالة راندوم. هذه نسميه السيجنال جنريتر بمجموعة من المصادر، احدد نوع المصدر منها واختار الامبليتيود والفريكونسي. ايضا هذا سيجنال جنريتر. هذا البلس جنريتر احتاج عادة اذا كان عندي ثيرستر او ترانزستور اعرف انطيه بلس حتى يشتغل. ننطي بلس الجيت للثايرستر ان شاء الله ناخذه من طرق الموضوع ريكتفاير.
هنا البلس الامبليتود مالت الموجه، فاختار 5 امبليتود. البريد على سبيل المثال اختارها بوينت واحد. البلس يريد هنا فتره البلس عند قد بالنسبه خمس، اختار 50%. راح اشغل واشوف هذه البريد. ها بالص جنري بالص، هذا يحتاجها بتشغيل فرع نسميها البالص جنريتر، يعطيني بالص. الامبليتود انا اختاريته 5 والزمن هنا اختار حددته 1. فهنا يقول كم البريد، هنا تي اون 50% وتي اوف 50%، الزمن يعني السامبل الوحده او الفريكونسي اللي هو 0.1 اختاريته الفريكونسي، هنا الزمن 50% اون 50% اوف. ممكن اغيره البلس جنريتر، البريد مالت اليد اخليها 0.1 اوكي، راح اخليها 70% اون و 30% اوف. لاحظ الرسم، هذا الاون 70%، هذا البريد مالت الزمن الكلي للموجة للفترة الوحدة، البريد الوحدة 0.1. من ال 0.1 70% الاوتبوت 5 و 30% الاوتبوت تكون قيمته 0. غيره ممكن اعكسها العكس، سويها 20% هون. لاحظ انه التشغيل يكون الاون بريد 20 والاوف بريد 70 وهكذا. هذه اغلب التولز اللي تطرقنا لهم في السورسز لايبراري. انا تطرقت بالملف الباوربوينت فقط الى 4 انواع، هنا تطرقت الى اكثر من انواع. وايضا موجود عندي الورك، ممكن اجيب مصدر او اشاره من الورك سبيس او من فايل معين. اكو عندي مجموعه من ديجيتال كلوك، شارب سيجنال، باند ليميتد، وايت نويز، مجموعة من المصادر اللي ممكن احتاجها. ان شاء الله في المحاضرة القادمة اخذ موضوع السينكس اللي هي تشمل الاوسلوسكوب والديسبلاي. هنا عندي شاشة ممكن تقرا لي الرقم، وايضا السكوب، وايضا الورك سبيس والفايل، وراح اتطرق لهم ان شاء الله. وارجع للكومن يوزد بلوك، سميشن، الجين، الكونستانت، البرودكت، ساتوريشن، وان شاء الله ناخذ الانتجرال الديفريتيف، وبعدها ناخذ حل المعادلات في السيموليشن. انهي هذه المحاضره ان شاء الله، والمحاضرات القادمه ان شاء الله نكمل هذه الدوره. شكرا جزيلا.